أسراب من الطائرات المروحية الهجومية متعددة المهام Mi-28 و17 و35 جاهزة للتحليق في سماء العاصمة بغداد. الجناح الفني لطيران الجيش استطاع من إكمال تصليحها ضمن حملة تحدي. أثمرت هذه العملية بتصليح عدد لا بأس به من الطائرات القتالية، يعني سمتية قتالية اللي هي 170 و128 و135، والآن خلفي موجودة الطائرات تشتغل وراح نطيرها إن شاء الله يعني بدفعة واحدة. كوادرنا الفنية المهندسين والفنيين الأبطال بفضل الحقيقة إلى السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد رئيس كان الجيش المحترم اللي رفضونا بالمواد الاحتياطية الجديدة. مجموعة المروحيات العمودية المقاتلة التي كانت الخبرات الأجنبية تشرف على صيانتها أصبحت اليوم جزءاً من مهام إصلاحها على أيدي الخبرات العراقية وتبديل أجزاء مهمة في القاعدة الجوية الأولى. الكوادر الفنية العراقية من مهندسين ضباط أو مراتب من أبطال طيران الجيش خلال هذه الحملة تم تصليح لحد الآن 17 طائرة منها 135 7 و4 طائرات 128 و6 طائرات 117. تصليح جميع الطائرات المتضررة خلال عمليات التحرير ووصل عدد الطائرات من 2014 لحد الآن إلى 320 طائرة، معظمها كانت أضرارها تصل إلى 35%. شاركت هذه الطائرات المقاتلة الهجومية في معارك تحرير المدن من داعش الإرهابي، وسجل هذا السلاح بكفاءة الطيارين العراقيين نصراً لا يستهان به على الأعداء. هذا القسم هو عمود طيران الجيش وهو أكثر إنجازات في تصليح الطائرات التي تعرضت لإطلاقات نار معادية. الجناح الفني لطيران الجيش يقوم بتصليح الطائرات المروحية القتالية بكوادر عراقية لتكون جاهزة في أي وقت. من قاعدة التاجئة الجوية في بغداد، محمد العيداني، العراقي الإخبارية.